من جديد يزدل الستار داخل أروقة البرلمان عن أسماء الكابينة الوزارية التي طرحها العبادي قبل أيام قليلة. 16 وزيرا مع التقليص والدمج في الوزارات. لا تغيير لأسماء المرشحين الذين شغلوا الإعلام المحلي والدولي، بل هي الأسماء ذاتها. يقول نواب البرلمان إن رئيس المجلس سليم الجبوري أوعز إلى اللجان النيابية بدراسة السير الذاتية لمرشحي العبادي كل حسب اختصاصه. تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأسماء على أنهم المرشحين. اليوم نحن كبرلمان استلمنا هذه الأسماء بشكل رسمي. بالتأكيد صلاحيات البرلمان أن يدرس ويبحث في هذه الأسماء وأن تكون لديه رؤية قبل التصويت، لكن نحن كبرلمان لدينا آراء لربما تسبق موضوع تقديم المرشحين. أولا، الوزراء لحد هذه اللحظة لم يقدموا استقالاتهم. تم التطرق إلى موضوع المرشحين الجدد وتشكيل لجنة من أجل دراسة سيرهم الذاتية، وكذلك تم إرسال كتب إلى هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة لمعرفة مدى شمولهم من عدمه عن عملية اجتثاث البعث. 5 أيام فقط هي المهلة التي منحتها رئاسة البرلمان إلى اللجان النيابية لدراسة المرشحين للكابينة الوزارية، بيد أن المهلة اعتبرها بعض النواب غير كافية أو مناسبة لحجم التغيير الوزاري الذي أخذ ينحرف عن مساره القانوني بحسب تأكيدات نيابية. الوزارات هي كما تعلم قد تم تشريعها وفق قوانين معينة، قضية دمجها أو إلغائها بقرار من رئيس الوزراء فيه إشكال قانوني ودستوري. لا بد من تشريع قانون يلغي الوزارة أو يدمج الوزارة حتى نمضي بقضية الدمج وقضية الإلغاء. هذه الأمور تحتاج إلى تخريجة قانونية، إذا بقت كذلك يمكن الطعن فيها في المحكمة الاتحادية. ويأتي هذا الحرك النيابي بالتزامن مع رفض أغلب الكتل السياسية للصيغة التي طرح فيها مشروع التعديل الوزاري، فضلا عن رفضهم لبعض الشخصيات التي رشحت بصفة التكنوقراط. هنا يأتي التلويح السياسي أيضا بسحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال فشله في تنفيذ الإصلاحات. وأخيرا قد تسلم نواب البرلمان أسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة لتشرع اللجان النيابية بدراسة السير الذاتية لهؤلاء المرشحين كل بحسب اختصاصه. من داخل مجلس النواب، عمر العامري، بلاد الفضائيات.